اهلا وسهلا ثانية معنا اليوم نوريكم الحال الخصم وقف فوق وجه لي ضربات عده وانا تحت بالقاع شلون نخلص منه اما سويب واما ام بلاتة سويب اخوي خصم هنا عندي انا معك سهل اني امسك ايده لان في جلوفز بيده اوكي ما راح يصير انزلاق ما راح يشوفني مجرد اني امسك وقف ولا من وقف وقع يودي لي ضربات ايش راح اسوي؟ اروح اتخليني ابي اسوي له سويب ما قدرت اسوي حط الكبه هني انا حرقي ما قدرت ما استطعت اني اسوي له سويب وجه لي ضربات راح افتح رجلي بهالطريقه واروح نفس الروم بلاتا واسكر نفسي بالستيت من ستيت الحين ايش راح اسوي؟ ادخل هني واروح 1 2 3 سويب لما خلص سويب ابو فوق هني بهالطريقه احط وزني تحت احط وزنك على كتفه هني الحين هني اروح من هني يصير تريانجل طام 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 تريانجل سلم او ارم بار تصير من هني او اني اوجه له ضربات في نفس الوقت او وانا من هني اروح ماونت بوزيشن قص